سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سلمى. اليوم نشارك معكم تقضية الشهر. اليوم ما نشارك معكم لا وصفة لا والو، المهم نشارك معكم طريقتي في تقضية الشهر. نبداو بالمهم، هو الدقيق. كناخد انا هذا، شتو بيض وزوين وليمة، كناخدها ب 1900، كناخدها ب 1900. كناخد نبداو بعدا بالاتاي، كناخد الاتاي، هذا هو الاتاي اللي ما كيخطانيش، هو اللي كنستعمل ديما الكبش. كناخد نص كيلو، كيدير ليا الشهر كامل. والسكر من طبيعة الحال، الشوال تاع السكر يدير ليا الشهر كامل. باكيت سميده، بقى عندي وحده ما تتقدنيش في الشهر، بقى عندي وحده، وزدت غير وحده ديال 2 كيلو. خديت بلاطو تاع البيض، واخا ما تيديش ليا الشهر، المهم باقي عندي واحد البلاطو باقي فيه شي حاجه، شي 10 ولا ما شنو. خديت هذه لقيتها في المرجان ب 14 درهم، 280. عجبتني بحال كل بيت نصايب شي حليوه وما كناكلوهاش، ولا بغيت ندهن المون ديال الحلوه ولا سميتو، المهم نفاه. خديت جوج ماماتي، بغيت نشارك معكم واحد الغريبه ديال اللوزه كتجي زوينه. خديت نص كيلو تاع العدس ونص كيلو تاع اللوبيا، كنت داك الشهر خديت نص كيلو تاع الحمص ما طيبتوش باقي عندي. خديت الروز، الروز كلاصي، كان ممكن نديرو غير كوشلاطة ولا الدراري تيبغيو. خديت هنا المكرونية، خديت هدا حتى دير 10 دراهم في المرجان، جد جد كيلو، جد كيلو تاع الروز تاع كلاصي. كناخد هاد الاوني، هذا كنصبن بيه وكنغسل بيه المواعن. بقى عندي قرعة اوني يلا كي حليتها، المهم خديت غير هذا، هذا داير 22 درهم في المرجان. وهاد اتاي كناخدو ب 560، نص كيلو، نص كيلو ب 560. لقيت هذا دايرين فيه بروموسيون، هادو جوج وعاطين معاه قرعة ارتشي، هادي دايره 22 درهم في المرجين، زوينه. هادو كان هما موافقين كناخدوها ب 12 درهم، 12 درهم. المهم عاطيني هذا فابور، انا هذا ما يدينيش الشهر الا خاصني نجيب. عندي الزيت خمسة، هادي دايره 11، دايره 1100، دايره 1100. خديت كوبير كنديرو فواحد الكيكه، خديت هذا شحال فيه، تكون فيه شي نص كيلو، خديتو ب 22 درهم كوبير. خديت هذا الفلو 9 دراهم في 6، فرماج خديتو ب 54 درهم. خديت الجبن، بغيت نصايب معاكم واحد تشيز كيك، صابون، صابون و باكت اريال، هذه فيها كيلو، هذه ما تدينيش الشهر، المهم الا خاصني نجي. خديت هاد الباكيتي، ما عرفتش الصور واش واضح. خديت هذه انا ب 15 درهم، ثلاثة تاع رابعة ب 15 درهم. خديت نسكافي، خديت ب 15 درهم. خديت الخميرة، خديت هاد الخميرة، خديت هاد الفاني. انا كناخد واحد الفاني، دابا نمشي للمحل ديال اللي كنتقدم منه الحلويات ونشارك معاكم اشنو خديت.
خديت هادو، خديت هاد ورق المطبخ، هذا خديته بعشرين درهم، هذا خديته بعشرين درهم، خديت هاد الزيتون، وخديت هذا بربعة بستة وعشرين درهم، على أساس فيه ثلاثة وزايدين واحد، ولكن ملي جيت للدار لقيت فيه غير ثلاثة ماشي ربعة، يعني خاص واحد غير هزيت ما قلبتش، غير هزيت لقيت فيه غير ثلاثة، واحد ما كاينش. وخديت هاد اوريو كيف ما قلت لكم، بغيت نشارك معكم واحد تشيز كيك، نخلي منه الوليدات ياكلوا وناخذ منه انا اللي خاصنا. خديت بيمو للدراري بحال هكا مره مره نطيم واحد، وخديت دانو للدراري كل مره نعطيهم، وخديت هذا 5 دراهم، هذا فيه 20 باكر، فيه 20 خديته ب 15 درهم 300 مرجان، هاد اوريو خديته ب 27 درهم، فيه 10 هي 3 دراهم، هاز منو يحلو يحيى هاز منو صافي. وهادشي ولي عندي، هادشي ولي تقديت هاد الشهر. المهم القضية كاملة تقامت عليا ما وصلتش 1000 درهم. وبالنسبة للقبح أنا عندي، القبح هذا هو اللي القبح اللي كنعجن به، كنطحنو وكنغربلو ومخديتش الفينو. دابا نخرج ان شاء الله ناخذ شي جوج كيلو، ما ناخذش خنشه تاع الفينو، ناخذ غير شي جوج كيلو بحال الا بغيت نصايب شي مسيمنات ولا شي حاجه. صافي هذه هي التقديه ديالنا، كنتمنى نكون فدتكم، واخا كلشي كيعرف يتقدى. المهم بغيت نشارك معكم التقديه تاع الشهر وهادشي اللي كاين، ونقول لكم اللي ما مشتركش في قناتي اشترك، ومرحبا بكم في قناتي، كنتمنى باش تدعموني وتبقاو معايا حتى الاخر يا ربي. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. نسيت انا خديت قرعه الكوفيتير، انا ما تناكل ولادي ما تياكلوش ليا الكوفيتير، خديت هادي دايره شي 15 درهم، هادي تاع الفريز مرجان دايره 15 درهم. بحال كنا بغيت ندهن شي كيك ولا الزبده ما خديتهاش، مصيه واحد السيده في العربيه قلت لها جيبي لي كيلو تاع الزبده بلديه، من عند جمعها ليا بحال النص غادي ناكلو والنص غادي نصايبو ليدام، ونشارك معكم الطريقه ديالي تصاويب ليدام. ونقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر، كنتمنى باش نكون خفيفه على قلوبكم، وبسلام عليكم.